راح نفقد الطبخ الحلو الفظيع هذا. لا خلاص نشتاق له جدا. الله يسعدك. اي والله كلنا راح نشتاق لكم. الله يسعدك. تدري لازم تاخذ لك جوله هنا ولا ثاني؟ وين جوله تاخذ لك ركبه بالسجن وتستدعي؟ انا خبركم تحبسوني. لا اخر يوم ما نسويها صح يا ابو لا تفهم. الله 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 يا سلام يا سلام احلى سجن. والله بنفقدك يا حبيبي. راح عليك الستيك. لا والله الستيك صاير لونين. ايش ستيك؟ لا والله ودي نهتشنك الحين. ايام لا 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 خلاص. شلون اموركم؟ طيبين؟ الله يسعدك. ان شاء الله جاي بهارلي رايق. حبيبي ابو رزيقه الله يسعدك. هذا خف الدم مقدمين يعني. حبيبي ابو رزيقه الله يسعدك. تشرفت بوجودي مع الفريق الطيب هذا. وما شاء الله عليك ابدعت ونجمت. شكرا. ومو انا اللي اثني عليك. من اللي حاضر؟ من اللي والد؟ ها لا بدينا. يلا السلام عليك. حياك حياك شيخ. اول شيء تعالوا شباب هنا عشان تطلعون معاي. اول شيء انت اخوان و يعني يصير بين الاخوان. والله اني يعني عاملكم اخواني مره. وتعرفون مسار برنامج كذا اقرا تعطيها حق. ولا انا والله العظيم اني ما ودي اني اكون هنا ولا ودي اسجن احد. الله يرضى عليك. لاني انا رجال ماني بحب السجن. واضح مره. واضح اي مره واضح. احنا صحيح احنا واضح. اي بالحبد استروا على ما وجهتوا. بكره رمضان. رمضان بكره. الله يسامح الجميع. واللي ما يسامح في رمضان هذا نقول الله يستر عليك. يعني الناس تسامح في رمضان ليش جبتكم في اخر يوم؟ عشان سامح. عشان تسامحون. ومن عفا واصلح فاجره على الله. على الله. الله انا مش الله تقطع الورد. ايه هذا من القهر اللي فيني. اول شيء والله العظيم انكم يعني من افضل النسخ اللي شفتها. الله يطول عمرك. ولا ابو اقول كمكم قالوها قبلي صح؟ اي والله قالوا. بس والله العظيم يمينا بالله انه يعني ان شاء الله بنشوفكم في محافل كبيره. انا ابصم بالعشره. ان شاء الله ان شاء الله. والله العظيم اني ابصم بالعشره اني بشوفكم في محافل كبيره. اي والله العظيم اني اقول اني صح. هذا والله من طيبك. والشيء اللي قسينا عليكم انتم اخوان ما قسيت. ويمكن اني انا اكبر منكم سنا وانتم اكبر مني ان شاء الله قدرا. اي والله فاسمحوا اسمحوا مسموح. اي والله انا يعني في السجن هذا هي الفقره كذا. نعم. انه الشيطان نهجده واللي يحب الضحك نضحك معه واللي هم قايلين كذا. ولا انا والله ما ودي اني ازعل احد ولا ودي اسجن احد وما في الخاطر على قولتهم على اي حد تكلم علي او قال علي كلمه او شيء. ما في صدري شيء. اي والله العظيم نبي نبدا من الشيخ. انا ادري انك ما تحب الكتمه هذه بس ما انت مسجون يعني. لا لا الامور طيبه. الله يطول عمرك ابو رزيقه. هاي ساعه طيبه يا حبيبي. وانا اتمنى اني قد سجنت معك. الظاهر يوم البرنامج الحين ما إيه الحمد لله. انا اقول لهم امس اقول لهم ترى ما انسجن معي. فالحمد لله ان الله فكك منه. الله يطول عمرك. راسك طيب ونسمع مسمى يا حبيبي. الله يسعدك الشيخ. الله يبيض وجهك ابو رزيقه. سجلنا معك واستانسنا معك. الله يعزك. والله يا نفسك لطيفة جميلة جدا جدا جدا. حد يمدحني. وكسبناك كأخي والله العظيم. الله يجزاك خير. والله يبيض وجهك. الله يرحم والديك. الله يجزاك خير. يا مرحبا يا أبو. بالنسبة للفقرة في كانت يعني
عنصر من عناصر النجاح للأمانة. حنا كانت فقرة السجن لنا انتشر منها قصائد، انتشر منها مواقف، انتشر منها مشاعر جميلة، كانت فقرة ناجحة وجميلة. هذا على مستوى الفقرة. أما على مستوى برزيقة فأنا حي فيك تعدد المواهب، حي فيك سرعة البديهة، حي فيك الحس الفكاهي، التمثيل، الكاركتر جميل جدا يعني فيها كلها. الصوت الجميل ايه الصوت، الصوت كان أجي هنا وأعطي قصيدة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تبارك الله. سامي الشيخ الكل يمدحك بشيء. دم 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 الله، أنا ما أحبك أولا، ما أحبك ولا أحب فقرتك معايا انت. اسلم، انا لا احبك ولا احب فقرتك، لا بد احس بضيق. رمضان رمضان خير، كله خير، صباح الناس صباح، لا حول ولا قوه، ما هم في حل الا نسامحك عشان الله يتقبل صيامنا وياك. اي نعم، الله يصل عليك. الحمد لله ان اليوم اخر يوم، الله لا يول، الله لا يسلطك على مسلم. امين يا رب، ان شاء الله يتقبل صيامك من قسوتك. هذه كلها دعاوي من ورا القلب، عسى الله يوفقك يا ولدي. حبيبي والله، والله العظيم من البدايه اول ما بدات الفقره استوى بيني وبينك مشاهده، تذكر تصير عرفت، وبعدين انا عرفتك وعرفت جوهرك والشيء اللي داخلك، حبيتك عزيتك قدرتك، عسى الله يوفقك ويسعدك ولنا لقاء قريب ان شاء الله. لازم، لابد باذن الله، قاعد وثق هو الحين، لازم نضبط علاقات، لازم نصير صديقنا. مرحبا يا مرسلدان. يا مرحبا يا ابو رزيقه، هذه فقراتك تتطلب انك تكون كذا متعدد الشخصيات. ايضا ترى كنت سويت لنا جلسات فيها موعظه، اذكر كذا موضوع طرقناه، الحسد تطرقنا له، الحسد والضغينه والى اخره من المواضيع اللي تطرقنا لها قبل السجن. فكان السجن فيه فائده اكثر منه سجن، وهذه فقره تتطلب المهزوم ينسجن، وكنت تطلعنا حتى قبل الموعد، وهذا دليل على طيب قلبك. كله غريب عليك، العيال شادوا اشاداتهم، زد عليها محبتي وشكرا. انت محبوب ومقبول يا مرحوم الشريف وزيك. هذا سجنته صراحه، اول واحد ضحيت فيه الشيخ. انا اول ما دخلت سامحوني، يعني اعتذر له خاصه. لا خلاص، بعد اشوف بعد ما انسجن ما جاء السجن، ما سويت الا جاء مرتين وخلاص. الله يرضى قدرك يا ابو رزيق. انا اول ما قابلتك طال عمرك قلت والله ان فيك من القبول يا ذا الادمي، الله يجزاك، ما يعلم به الا الله. صراحه انا مشاعر الوداع وهذه والله ما احبها، والله حتى انا الصراحه ما احبها حتى. فان شاء الله العظيم ان الله يجعلك من المحظوظين ان شاء الله في الجنه وعند قبول الناس. امين. طيب شوي تشرب، اشرب طفايه يعني، وين العصيرات؟ شوي شوي شوي، جيبوا لي العصير يا شباب. اي عصيرات؟ العصير عند الباب، افتح الباب. اسلم. هلا ابو رزيق. ارحب ارحب الله يحفظك، ارحب بالشعر الجميل الراس. الله يقبلنا وياك، يعني من جمال السجن اللي انت فيه مفروش في الملك. لا حطه فوق، حطه فوق، عادي عادي، خلاص قاعد تقعد خلاص خلاص الدنيا كلها. سلم. لا اسكت اسكت، ايش تركب؟ ماي ماي، انا اقول كلمتي، انا بكره لا تحرج جدا يا اخو. اسامي يا بندر، مشغل موت. شو يقول اسمي؟ شو اسمي؟ بندر عال. خوي ترى بندرعان 57 يوم الله يحفظك. والله نسيت، ما عليه بشعر الترته ولا الشعر الترته. بندعيرم الله يوفقك كلهم، ترى في واحد اسمه بندرعان من اخويانا، بندعيرم كلهم كلكم واحد يعني. يلا نفس الحروف. اي والله والله يقبلك ويرزقك ان شاء الله، ما تنسى جنبه. امين يا رب، امين امين. والله والله احسن 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 دعوه ولا توقف. اي والله العظيم انا صراحه أشكركم أول شيء، وحنا ما نبي نطول، بس اليوم حفلتنا ترى غير، اليوم حفلتنا غير يعني. الله يا الدلع. أنتوا خلفوا كيف صح ولا لا مع الشيبان؟ هذا هي. فاحنا لا، هذه مخليها لا صدقة لنا كلنا، نعطيها أي أشخاص برا ونقول الله صدقت فينا الحين، ها الحين صدقت فينا. انت كلت ولا ما كلت الكيك صح ولا لا؟ كلت شباب شن عني والله، والله انا وديكم ما كلت. شوف لا والله صدق، لو انكم والله ما كلتوا كيك والله انت بشرون. الله يسلمك والله، كنا مرزيقه. اللي يبي يشرب يشرب عادي، ما مشكله. انا طال عمرك اول كنا نضحك على اخوينا الله يحفظه ويستر عليه بند علوج، كنا نقول انت اكثر واحد تنسجم عرفت، لكن الحين احنا تعدينا. اي خلاص ما عاد في ولا والله. انا انسجنت معاك يمكن 8 مرات. انا صراحه الشباب اللي كانوا في السجن، ولا يعني من ضمنهم سالم وبند عيلج و بند عيلج الحين خلاك عرج. بند عيرم بند عيرم دعلوج دعلوج. طيب في طلب اخير
دعنا هو جدا. أنا على خير شباب. لا لا في طلب أخير. كلام تمشي. آخر مرة طلبتك وكشحتني. أبشر. حقت حسين الجسم. لا والله. والله إنك كشحت. والله إنك كشحتني ومشيت أنا ما نسيتها. الحين ماني حقت حسين الجسمي. لا ديك تغني طال عمرك. تدري الكنترول كله يقول صراحة أول شيء. شكرا للمعد حقي يستاهل شكرا للمخرج الجميل شكرا لفؤاد صاحب الصوتيات شكرا لسيد صاحب الصوتيات شكرا للطاقم اللي معي شكرا للشباب اللي كانوا يساعدوني في فقرة السجن شكرا للفريق حقي الجامد اشكركم واشكر المشاهدين اللي كانوا يعني معي يتفاعلون في إضافة الشباب وطبعا لولا جمهور الشباب ولا ما نجحت الفقره اي والله مكملين لبعض يا ابو زيد انتوا صراحه يعني ما بمدحكم بس والله العظيم من جد يعني اقول انا ان الشباب يعني لو جيت عند واحد قلت له والله ابي قصيده ولا ابي شيء يفز ويعطيني من الابيات حقت اللي تريحني واسمع من يعني كم قصيده سمعت هنا والله العظيم اني ارتحت لها هذه لأن القصايد سبحان الله ما تطلع ترى إلا في وقت الضغط والضيق تطلع القصيدة يوم ما تشوف في ضيق وتشوف في سعة هذه ياخذ راحة سمعنا يعني ايش تبون تسمعون في هذا اليوم حق حسين الجسمي حق حسين الجسمي شنو اللي شليت ذاك اليوم والله ما يسوى ولا لا ثانية ثانية واحدة أنا قمت من النوم وانت تغني ايه عرفت اللي قومت اللي قومت دقيقة ما شاء الله اي بس وش نسيت ما ادري انا بس فيها صوتك فيها اي اغنيه ما هي بشعبي اغنيه اي بس وش نسيت انا ايش تقول انا يدوب اذكر امس بس بتجي ان شاء الله نبي نسمع ابيات منكم ونبي نسمع القصائد واذا جات بقول لا انت قبلنا لا انا بسمع اليوم لك انت ما نقول شيء والله لا اقول معكم والله وكلنا بنشارك في شيء زين شيء نشاف يضل بس نبي نسمع من بن دعيرم الحمد لله اني ما اخطيت يا ربي بن دعيرم ونسمع من الشيخ ونسمع من الشيخ ونسمع من الشيخ عاد اللي عندهم الأبيات الجميلة نسمع منهم ونسمع من الصوت الجميل والله ما ببالي شيء بس أي شيء حتى لو تبي تزعل الله تبي تزعل على الفاضي من المليان سهلا ترى المليان ما عنده حكي فاضي أنا راضي بصباح بوجهك الزعلان فما بالك صباح بوجهك الراضي أنا صراحة الأبيات هذه ودي ما تنقال هنا تنقال في أماكن هرمسية والورد موجود سجل مغوش ورد كله قدرتك يلا قدرتنا كذا أسلم الشيخ أسلم من عندك والله ما في راسي شيء بدور ودعوني واخر الكلمات وانا ليتهم يوم السفر ما ودعوني قبل وادعهم ونفسي مرجهن يوم ناو والسفر جنة جنوني السلام يا سلام ما شاء الله تبارك يا غالي أقول يقولون للشباب يقولون ما شاء الله صوتك جيد أنا أقول والله العظيم أن من 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 حزني إنك ما انسجنت من شيء ما يحزني والله العظيم واللي نسمع الصوت أسلم يا الشيخ عندك أنا صراحة كلها واحد أسلم يقول استرد بجرحي يا هواة القصيد يا سلام هذا أنا جيت أغني في الجفا ثانية صرت كني بدار الحب ساعي بريد أنقل الشعر بين أضلوعي الحانية كل ما قلت يكفي قال هل من مزيد جرحي اللي قطوفه دائما دانية شاعر وذاق مر البعد ويش الجديد والعرب فانية وأيامنا فانية دوك حبك وركز في الكلام المفيد وخل صدرك لصباب الذهب آنية قالوا الناس يفتك الحديد وانت ما ضاد فيك الليل يا غانية أخذ حبك شديد وباس خلك شديد ومدة المن لو تشبع ما هي هانية زينته للشعر دايم نظرهم بعيد كنت متوقع الهدمة من البانية لا تقول اني الجاني وراسي بليد راسك اللي بليد ويدك الجانية صعب عشقك من جديد حتى أصعب من أن نولد ثانية يا الله 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 يا سلام يا سلام أهلين وسهلين
نورت وشرفت المقدم الجميل الرائع يا حبيبي. نبي كذا مقدمة دخولية كذا عشان الورد والدنيا يا حبيبي. منور الدنيا أنت، المقدمات كلها تتقزم أمام وقوف برجيقك وقوف الجميلين الشباب. الشباب اللي معي والله، وأنت صراحة من أجمل أشخاص اللي كنت معي في التقديم صراحة يا حبيبي. وأنا جلسة رضية إيه، هذه 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 تسجل في التاريخ هذا الجلسة هذه. تقزم مثل المقارنية. لا زين زين ها أخوي، حتى لو بكرة رمضان صف قلبك صف قلبك. نعم تتقزم أمام وقوفك برزيقك. أسلم فعليك الجلسة هذيك والله العظيم إن يعني فعلا ما هو ما هو ما هو تملق ولا هو يعني مجرد كلام، لكن صدق والله العظيم انها من افضل الجلسات اللي في اللي في البرنامج. النقاش اللي صار فيها والله العظيم ابو رزيق كله كذا يمدح يا اخي، كله يمدح، كله افضل جلسه البرنامج قال لي اياها، وقال حق الفيل والله قال لي انا يا رجل. ابو رزيق انت تعرف مشاعري. شوف بعلمك شيء، انا بكره رمضان ونبي نقبل اي شيء اي شيء كل شيء زين، حتى الكلمة خير 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 كله خير كله خير. كيف كيف الخير وانت لابس القبعة اليوم؟ اليوم الابيض يعني سعادة فل. اليوم نسميه يوم الوداعية، يوم الوداعية اليوم. الشيبان ودعوا واحنا بنودع والمطبخ ودع. الله يسلمك، الله يعينكم تجلسون لحالكم في رمضان ما في فقرات ولا شيء. يلا نبي نشوف رياليتي، نبي نشوف رياليتي. خلاص سجل ذا بيغلق، الشياطين مغلقة وحنا نفتح سجوننا، حنا كلنا نغلق يعني. انت والشياطين تصفط صح الله عليك، انت تصفطون مع الشياطين. خلاص نتصفط مع الشياطين، هم يروحوا يصومونهم، هم بنروح يصوم حنا، لا 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 صحيح. والله الحمد لله انا مع اخواني والله العظيم، احنا معاونين لك والله العظيم. انكم تفهمون يا اخي بعض الكلام بعض المرات بعض ال ها ما يمشي ما يمشي. ايه اسلم يا شيخ، اسلم اسلم يا ابن جدع. يقول اللي على عنقك عقود القلايد، يا سلام عنقك حلوب العقد ولا بدونه، يا سلام وجهك غدا وجهته ساع البنايد، هذا ورا رمشك وهذاك دونه، المبدعين منتقين الشرايد اللي قصايدهم على هالنمونه، جابت قرايحهم عيون القصايد وجيت تسب كل الراس خلي عيونه. يا سلام. فيها 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 ابيات قلتها من قبل، ابي ابي حقه الوطن صار لها انتشار كبير جدا جدا اللي في البرايم. اي بشر حفظها. إيه يقول على الولاية ترثة معزي سلايل بن سعود، يا سلام الاسره اللي كلنا من دونها من دونها، معاجم التاريخ حطتكم منابع كل جود وشبه الجزيره في ذراكم ما تخيب ظنونها، وترى العروبه بيت وانتم يا اهل البيت العمود، كم دوله الراحه بامر الله ترتدون، انتم حماة الدين والمله وقدحة الزنود، وانتم خدم بيت الله ودرع البلاد وعونها، سلمان بن عبد العزيز النهضه الحلم العهود والسيف والبندق وخشم اللي يساعه اطعون، هذا ولد عبد العزيز منوخ كباره الجهود، ملك ملك في الشرق الاوسط كلمته يوحونها، اللي يختلف ميزان تحكيم اللوايح والبنود، إمامته ليبسة ترياق العرب ينصونها، إمام حكم العرب في حرب ولا في ركود، سياسته على الشريعة ما اختلف قانونها، سند علينا يا ولد عبد العزيز بن سعود، وانت تعرف شعبك عمر المملكة وحصونها، ومحمد القائد ولد سلمان مركز الصمود، ركننا من الدولة وحنا نفتخر فركونها، هذا شبيه معزي الشهم العصامي الودود العادل مؤسس نشاط الرؤية ومضمونها، يا محمد الأول عروبة كل ما زادوا تزود، يا هيبة ملوك العرب من كونها لا كونها، يا فرقد الأمة زعيم الشرق غياب السدود نهضتك صنع الحضارة، يا غياب السدود يا مشغل الدنيا برمتها وكحل عيونها، رؤيتك حطت عود في عين المنافق والحسود، اللي يقرب شطونها واللي يبعد شطونها، في نيوم شفنا المستحيل سهود والقمة مهود، في نيوم شفنا المملكة تتفرد مكنونة، اخترت موقع للحضارة واثمرت بيض الوعود، نهضتك صناع الحضارة غصب يحترمونها، انجاز ذكرى كل بنت وكل شاب وكل عود وكل الدول بعراقها وانسابها وبطونها، حدود ما عندك حدود ومن تعدى لك حدود، استشر لك الشرت قلعت كل سنونها، حربت تجار الفساد وهنت عبادة نقود، وهديت
ثكنة العبث وقصيت من يبنونها وأهل التحزب والتنكر والضلالها والجحود مثل اللي يدور على السكي الروس قرونها جرثومة أعداء الوطن جلودها غير الجلود عافنا ولا تبني على الدين الحنيفة أحصونها تسلقت بالدين والدعوة وهم مثل اليهود تظن لكن مع محمدنا تخيب أظنون هاي الفيصلي مدحك شريعة مرجلة والشعر نود لا دعت قريحة الشعر صفا ملحونة الله يستاهل والله العظيم لو إني أنا من اللجنة لو إني أنا بدل فهد مطر وفهد نايف خلف والرشدان نايف الرشدان والثالث من نايف الرشدان نايف خلف فهد مطر فهد مطر لو انا فهد مطر والله العظيم لا اجيزك لاخر البرنامج خلاص ما تطلع خلاص ما تطلع له في النهايه اعطيك الكرت الذهبي والله العظيم الذهب لو انا في يدي الذهبي والله لا يعني لو في مكالمه بيني وبين فهد قلت له على طول فهد والله قال على طول الذهبي على طول ما يحتاج بس والله العظيم لو ما طلعت من البرنامج ذاك اللي نعم انا انتصرت من هذا شوف نفسي يعني نفسي يوم تحجز الادمي شوف شي طلب الحمد لله شفت كيف سبحان الله والله الحسن. القصيده في الوطن اني اتمناها من 5 سنوات وادور المنبر التي يليق اني اقول للوطن فيها وابشرك اني باذن الله انك راح تطلع من هنا وباذن الله انك راح تشوف لك منبر باذن الله ابشرك انها وصلت مراحل جيده وصلت هي انا ادري عنها لاني انا ما طلبت الا ادري عنها انها وصلت نعم. شيء حلو سمعنا يا ابو زيد انت كنت تبي فقدتك يا عز الناس تفضلي هي تفضل اي والله صوتك زيد في كل لا والله نزل والله فقدتك يا عز الناس فقدت الحب والطيبة وانا من لي في هالدنيا سواك انطالت الغيبة وانا من لي في هالدنيا سواك انطالت الغيبة لا رحلت من بقاوياي يحس بضحكتي وبكاي وحتى الجرح في بعدك يخليني وهلي به انا من لي في هالدنيا سواك انطالت الغيبة واللي بلاها شزو ورديقة تعرف أنت على هذه الأغنية اللي غنيتها وش يصرها معاك بيت بيداني بيقول فمان الله سقركبك على درب السنين العود ولكن طالبك لقفيت عني لا تخليني الله 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 العظيم هذا البيت يصرح لهذا المنطق هذه الأبيات تأثر فيني أنا شخصيا لأن فيها من الإحساس والتركيز ثاني شيء أنا أتخيل أشياء في بالي يعني صارت في هذه الكلمات تضبط على الأداء مرة إيه مرة تحزني مرة وأزعل إذا أقوله بس إني أحب أقوله بس يعني من الفهري ما نقدر فيه بعد يعني لو يطلب عيوننا عطيناه إيه والله العظيم رمضان جاي وبيني بيك تجينا إيه لا إن شاء الله إن شاء الله أنا أقول إن تكون ختامية الفقرة اليوم أبيها تكون حرة يعني أبيكم تكونوا معي لما تنتهي الفقرة إذا تسمحون لي يقول معك بس نبي نطلع من السجن ندوج نروح لنا مكان الهاوس ولا الشيبان الهاوس يلا الهاوس يلا مشينا الهاوس يلا شباب العافية ترى في رمضان ما نبي تقطع حطوا لي الكيكة بس في العلبة ونعطيها الشباب إذا ممكن يا اخي والله وداعيه يا اخي والله وداعيه يا الله اني اياك راح وداعيه سامحوني والله اني اخرتكم على نومكم بس عاد والله اي والله العظيم اي والله ما قصرت الوداعي والله
أنا والله مدني بس عاد. كل ما ماني في الله يبيض وجهك والله. شوف الشباب كلهم الله يجزاكم خير والله ندري انكم تتعبون والظهر عندكم فتره قيلوله ونوم والبرامج يعني ودك انك تريح فيها اكثر من انك يعني تكون يعني في وقت الظهريه خاصه وقت الظهري سبحان الله الواحد ما له خلق الاخلاق تعبانه الاخلاق تعبانه والدنيا مره اخلاق وسط بس عشانك ابو رزيق والله ما قصر زورنا فيها الجلسه باذن الله باذن الله باذن الله العقود موجوده والدنيا موجوده والله يا شباب الود ودي نعطيكم كوزي بس من المسؤول عنه يا اهلين يا اهلين من المسؤول عنه كوزي اليوم كوزي ربيع والله ودي اغديكم كلكم حبيبي والله العظيم خاصين احنا والله تغدينا بتغدين زين يا اخي مدلعين انتم والله مدلعين يا اخي هنا ولا وين ولا تبون هناك ولا انا والله ودي خلني خذ راحتك خذ راحتك الشيخ يا الله يا الله يا الله اخر يوم نعيش باريحيه يعني ايه باريحيه السجن يعني مره اليوم ما في سجن اليوم اريحيه اليوم اذا تبون تسجنوني انا عادي ما في لا مشكلة. والله والله العظيم عيوننا لكم قلت المزوح والله احنا فاهمين الدعوه دارين الدعوه كلها والله ماشي منها اي والله العظيم وناسه اذا راح تحسبنا عليها تذكرنا الحمد لله انه كانت فقره السجن يعني انا انا عندي لك هديه يا حبيبي يا حبيبي بس لا تشوف لا تهقشر وارد ما الوارد ما يجي الا وارد يا هدي برزقه لو برزقه والله والله الله يبيض وجهك والله العظيم يا اخي الورود كانت الايام الورد للورد يا برزقه الا شفت الورد ترى ايام الوداع كثرت اي والله العظيم يا اخوي تقول كنا في مستشفى ولادي والله على الورد ذا يا اخوي هناك ورد وهنا ورد هذا الحرب مو يوم 90 اجى يوم 90 شلون؟ ايه برزقه ما يبي برزقه ما جابوا ماء يا شباب ما تبي صدق ان احنا الماء عندنا مثل الذهب لا والله والله ما نحصل والله ما يجيب شروبه العامل ذا والله ما نحصل العامل ليش بشروبه والله بشروبه ما طلع الا توفر الماء الله يطول عمرك شروبه يا طلع هذا الصوت الجميل ليش ما سجلت العامل والله انا ما يعني ودي في اعمال بس ما يعني ما شفت اللي مالي مالك مو يعني مودك ما اي انا مو الريال هذا عنده استديو لا ان شاء الله بتزورها زوره في الاستديو لابد ازوره بالعكس والله ان شاء الله استديو حمد اي نعم حمد طويل بس اي لا لا والله اعمال عندك اعمال صح؟ اي وش اعمالك؟ مليونيه اعمالك انا عارف بس وش اعمالك؟ احب الاعمال احب اعمالك ابي اسمعها ابي اشتروك دخلنا احب عمل لي انا اعطوني السماعات اللي هنا يا شباب لا ما اقدر اغنيها الاستوديو ما اقدر اغنيها لايف لا 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 انا قصد لك اللي يعني الابيات اللي تحس انك قريبة منك اللي قريبة مني أسمعها قصدك دائما لا من أعمالك يقصد من أعمالك يلي جمالك صح لا هي أي عمل تغني في الاستوديو مستحيل إنك تجيبه بحذافيره على الطبيعة بلا شك نعرف لكن حلنا نبي حاجة واحدة مو العمل في اللي أحب عندي غير لا أيوة ما نبي اللي ينتشر نبي اللي أنت تحبه أنت فيه شلة في اليوتيوب اسمها حزن الوداع هذه اقرب شله لي قلها مره قلها إيه. انت اللي غنيتها؟ اي والله قلها عطني اياها ممكن ما اطبقها صح بس ان شاء الله تسمع انت صوتك يزين الصح وغيره كبد يا اللي منعنا الفرقة مريضة لاذها الحزن وتواجد في طرفها الله الله كبد يا اللي منعنا الفرقة مريضة لاذها الحزن وتواجد في طرفها لنا ضاقت بمساحة العريضة صرت ما أعرفها وأنا كنت أعرفها فاقد اللي حبها مثل الفريضة مرها حظي على الدرب وحرفها يا رع الله طرقين إرثيه غيظة ما بقى له غير دمعه ما ذرفها الله من الحرم تحرمنا والله والله اليوتيوب يزين منها على الطبيعه والله العظيم ما شاء الله تبارك الرحمن يا اخوي ما شاء الله تبارك الله في بعد شيء اشكره على اختيار الكلمات نفس الطرق ذا ترى زين
تجوك الحزين. أنا لا والله أنا أحب الأجواء دي اللي فيها أنا قلتها من قبل هذه لشاعر قحطاني الكلمات هذه حبيتها مرة 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 يقول كثير الفقر من عنا الوقت ما يشكون سوى الكريم اللي لها الناس صومه عسى الله يعافي الطيب الوافي الدندون يحب الجمايل والفقر حال قدامه ولا يستوي رعى الريالات والمليون تبنى المفارق في مقامه وهندامه تبنى المفارق في مقامه وهندامه لا اله الا الله كلمات وشيء كلمات وصوت ما شاء الله اللحن هذا حق واحد من اخوياي يعني اجاد فيه صراحه للامانه عندي ابو رزيقه عندك الحان ما طرقت واجد اذا طرقت ما طرقت واجد يعني الحان ما قد سمعنا في بعض الشيء تسمعها هذا جديد جديد اذا إيه؟ اللحن جديد شيء صراحه خوي ذا يوم قاله والله لازم اني يعني يمه طالبك الكلمات ما بعرفها انا اصلا والله يوم قالها يمي والله العظيم اني شنو جاء اربع مرات سجله اي والله العظيم اني بسجله بتسجل وقعدت احفظها لان الكلمات الحلوه ترى صدقت الحين ابو زي انت مجرد انك تسمع شلت يعني بشكل عام تدري ان هذا اللحن قد طرق ولا ما طرق؟ اي سبحان الله لان الالحان شوف الالحان الكثير لان انت تسمع الحان 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 وتسمع لجميع يعني جميع الالوان الالوان الجنوبي الشرقي الغربي الاجنبي التركي المجدي. المصري فيكون عندك شوف ترى اكثر الالحان الحين اللي موجوده في الساحه كلها معيوده صادق الملحنين يقول لك والله هذا اللحن على لحن هذاك معتاد بس يشتغل من قريب بس هو يا يرفع يا بس تقول لي لحن جديد جديد الحين شوف اكثر شيلات اللي اشوفها على الساحه من الحان مغربيه بامانه يقولك الشيله هذه ويقولك اغنيه مغربيه نفس اللحن صح كوبي بيست لا شوف علمك شيء شوف الالحان طبعا شوف في الحان صعبه في الحان سهله صح في الحان كل الدارج يقول يعني حتى لو تسمعها تحس ان اذنك تقول والله حتى الحين انتم ما يجيكم ذا الشعور اللي تسمع الاغنيه مرتين تمل منها صدق اول تسمعها 20 مره ما تمل صحيح ليه إذا جديدة. كان اللحن جديد على أذنك تبدأ ما تمل تبدأ تسمع صح. اللحن متكرر مرة مرتين بعدين تقول لأنه مار عليك اللحن خلاص مار عليك إيه. هذه صارت إنه حتى في عالم الشيلات يعني مثلا أنا عندي عمل ويجيني أبو دلبج وأعطيه عمل ويجيب لي لحن شيلة معروف أقول له لا وقف يا ولد ما أقدر استسيغها خلاص صادق. دور لي اشطفها دور أي درب غيرها في كثير 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 أصل الشخص اللي يأخذ اللحن مطروق معروف ونفسه بكرره فاشل وخصوصا إذا نجح هذا فاشل المنشد اللي يأخذ اللحن بس شوف علمك شيء الآن في شح في الألحان ده. صحيح والله أخذ لحن قديم الآن معروف قديم أيوة. اللي يسمعونه كانوا قبل كم سنة هذه ما فيها شيء أطرق قاعد في الألحان الجديدة الآن صعب إنك تصيدها الآن شوف ترى حتى يعني الأناشيد أيام أول الأناشيد الحين قاموا يحطون الألحان الأناشيدية اللي كانت أول نسمعها أناشيد قاموا يحطونها في الشيلات تقول ذي والله مرة علي مرة علي ذي أذكر زير سالم أغنيته جابوها في شيلة شفت الأغنية اللي في زير سالم هيش كانت لحنها زير سالم يوم يغنونها يعني في الحان والله جابوها في شيلة دارت رحاها ايوه ما تعرفها؟ والله ما اللي في مسلسل السرزان ايه هذا اللحن وكنا في
في في في كثير غنوها نفس شغله. الله يعطيني حنجرتك يا بندلبج. ما شاء الله والله العظيم نبي نسمع. ما شاء الله نبي نسمع منك. نبي نسمع بندلبج. انا ايش الصوت هذا؟ اي والله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. انت تمسك خط ما في مشكله الظاهر بعد شوي لا سمعته. حنا اللي ودنا نمسك خط لا سمعنا صوته. ما شاء الله تبارك الله سبحان الله. والله من الشباب كلهم اللي الشباب كلهم يثنون عليه. يستاهل الله يرحمه. اي والله دلبج والله اللي يستاهل. صوت زين وقابله الله. الحمد لله بغيت امس ازعله بس رجعت دقيت. لا يوم سجان ثانا يوم صحيح بغيت ابك هذه والله العظيم اني امزح معك. دلبج جالي قال لي وش فيك انت يا اخوي؟ رجع ذا يا اخوي. لا انا ابغاك تاخذ معي تعطي. ايوه بس ما عرفتني. لا لا انا يحسبوني من جدي. انا لا لا شفتك كذا قلت وش هي ذا قالوا. لا والله عدلوها. لا كان شفتها ما اخذ معي شك اني من جدي. قلت اي لا لا المزاح عليك يا ابن الدلبج رجل حبيبي. اه واشين المزاج لا تعكر لو تدوج ولو تقابل من تقابل وهني الداله اللي ما يفكر في مطيح الشمس والمرواح قابل وهني الداله اللي ما يفكر في مطيح الشمس والمرواح قابل. الله السلام. يا سلام سجلنا شكي بطلب مسجل وشرطانه بن دلبج وخليهم أيوة. صدق انا من غير مبالغه ما شاء الله تبارك كمل لي في ترى الكنترول يقول لي في عندك شيء عن الوداعيه. وداع وداع لقيت الشيبه. اوه تحزن تكفى. وداعيه هذه من راح قلناها. وداعيه امس قلتها. وداعيه تهز ضلوع صدر العاشق الولهان وداع فيه من صدق الحزن ما لا يناسني فمن الله ودموع الحزن في داعة الرحمن فمن الله يا أول من سكن من بني وبني عليك أرسل مراسل الغرم بلهفة الأحزان وتقرد يذبح طاري الفرقاء ويحيني وندي يا فلان اقرا الرسائل طالبك يا فلان واللي في شوف غرامك وش سوى في شرايني. الله 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 ما شاء الله تبارك الرحمن. لا اله الا الله. تدري شنو كثير ايش المشدين في الساحه لكن انا بوجهه نظري واكيد وكثير بيوافقوني الراي اذا كان في تصنيف لخمس اشخاص من اجمل الاصوات هذا من ضمن الخمسه. والله العظيم اني صار انا اسمع اصوات واسمع كذا لكن ما شاء الله شوف يا صوتك صافي جميل جميل فنان ما يحتاج. انا والله كانوا يقولون لي يقولون لي ان صوتك جيد وانا والله ما مره قلت يا اخوي ذا من ما بعد تجنعني ذا اذا ما سجن يا اخوي عندي انا قال انك سجلت انا موجود قلت يا اخوي وينه جيبوا له شوفوا له شوفوا له شيء يا اخوي خلوه يطبع جنوه يا رجال. اي والله العظيم حسروه. نبي نسمع منك بالجدان والله عقب ابن دلبج ما عاد في شيء كذا من الخاطر يعني شيء كتبته من قريب شيء خلنا اقعد بينكم هناك يقول يقول سمحات الايام تاليها مناهيج عوج لا تامن الوقت لو جنبك وراسك غليظ دورات الايام مثل البحر الاحمر تموج فيها المريض يتعافى والمعافى مريض اهل الاشده فنى ومبطي مع احلى السروج كتبان الارض طحنتهم مثل طحنه القريض فلا تبكي الوقت ما فاد الحنين الخلوج الوقت ما يبرد من الخلج والخلج قيض زبن على اللي عروشه فوق ذاته البروج عن نزع الله ومن عن نزع الله حضيض فجوج ربي وسيعه والمراجل
فجوج ومطيب من الطيب اللي مع راين نجيض أهل الفعايل ما تلقاهم أهل الهروج مجالس الطيبين تهيض المستهيض وجيه الأجواد تكرم من وجيها العلوج وجيه سودة سودة الليل وجيه بيض والله انت عيدة والله انت عيدة يقول سمحات الأيام تاليها مناهيج عوج لا تامن الوقت لو جنبك وراسك غليظ دورات الأيام مثل البحر الأحمر تموج فيها المريض يتعافى والمعافى مريضة لا لشدة فن ومبطي مع أهل السروج كثبان الأرض أطحنتهم مثل طحنة القريض لا تامن الوقت ما تبكي الوقت ما فاد الحنين الخلوج الوقت ما يبرد من الخلج والخلج قيض ازبن على اللي عروشه فوق ذات البروج عنز على الله ومن عنز على الله حضيض فجوج ربي وسيعة والمراجل فجوج ومطيب من الطيب اللي معه راين نجيض أهل الفعايل ما تلقاهم مع أهل الهروج مجالس الطيبين تهيض المستهيض وجيها الأجواد تكرم من وجيها العلوج وجيه سودا سواد الليل وجيه بيض الله 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 يا سلام يا سلام صح لسانك يا أخي يا أخي هالإبداع وهالقوة في الشباب لا من حضور ولا من يعني أنا والله ما أبي أمدح وأنا قلتها يمكن تحت الهواء بيني الله أيوة والله قلت الشباب فيهم والله حضور فيهم قوة قوة في الأبيات قوة في الشعر قوة في الصوت قوة في يعني ما شاء الله تبارك الله أنكم مكملين لبعض وصعبة تلقى برنامج صعبة شوف معلي من المشاكل أنا مشاكل هذا في أي برنامج يصير بين هذا يعني بيني وبين نعم. بين جعيد هاي ولا بين هذه مشاكل تصير في أي برنامج يصير ضغط نفسي ضغط نفسي ولو ما صار هذا من أسميها مستحيل من المستحيل ومن الاستقباء عدم الواقعية أي عدم الواقعية إن أنا والله أزعل عليك ولا أنت تزعل علي طبيعي. هذا شيء طبيعي لأن أنا معك 30 يعني 90 يوم ولو ما زعلت عليك ولا زعلت علي ما صار فيه تصنع لا والله أنا وأخوي بنزعل على بعض وبكرة بنرضى بنزعل على بعض وبكرة بس القلب لا يشيل صح وهذا الشيء أنا بزعل عليك بزعل عليك ما هي مشكلة كنا يجي ينزعل قلوبنا بقى 90 يوم أنا أقول لك هذا الزعل معلي منه بس أنا أتكلمك عن حضور الشباب جلساتهم مع بعض التكنيك اللي جالس يطلع للمشاهدين يعني أنت يمكنكم ما تشوفون الشاشات يعني نشوفه من برا الأصداء يعني في تكنيك أنا أتكلمك عن نفسي أنا اللي قاعد أشوفه يعني ما لي شغل والله في كلام الناس ولا لي شغل في جمهور ما الجمهور أنا واحد منكم فيكم قاعد أشوف الشباب كل واحد متفرد بشيء يمكن حسيتوها الجعداني بيئات الحالة بنت عير بيئات الحالة كل حد لها صح تحس إن أجواء الشباب كل واحد يمشي في سجيته كل واحد له طارق كل واحد له طارق كلهم شعراء أقوياء وكل واحد اللي هنا أيوة كل واحد يعني تقول والله إنهم كلهم نفس الـ 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 في نفس الـ في نفس النمط يمشون لا بنت عيرم لحالة الجعدان لحالة أنس لحالة يعني هذا شيء ترى مو في البرامج الواقعية ترى ما يصير نعم ما تصير ترى ما يصير ترى تبى صدق أنا شفت كم من برنامج واقعي قبل النسخ السابقة كشعار ومنشدين أقوى نسخة مرت على تاريخ الواقع والله بكل برامجها لا الآن ومستقبل صح صح ما بيجي على قبوتها لا صح صح في 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 ما شاء الله عليكم يعني يعني أنا ما بتكلم نمدح يقولون هذا والله يمدحون أنفسهم ولا لا لا نمدحهم أنا صراحة أشوفهم بس إنه يعني صحيح إنه والله العظيم في قوة 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 جدا في الشعر في الصوت في الأداء في تكنيك الشباب يعني يعني عندك بخيت عندك اسمه هذاك شو اسمه الفهري خماش السريعي وعندك بعد ثاني ذاك وش اسمه فيصل طيري أمس دوسري الدوسري بعد عمر السيد وعمر السيد وخالد الشمراني بعد وفيصل القمي في واحد ما قلتوه فيصل الشهري يوسف هذاك أزعج واحد هنا ربيع هذا مجنون
حلو المارية حلو المارية حلو خلاص عرفنا ربيع أشوفه رجال شوف ربيع والله والله انقلب كنه رجال شوف أنا والله ما شفته هو يحب الإزعاج بس والله العظيم من الأشخاص بس مقبول منه لو أنا من شخص ثاني كان ما اسمع ربيع ترى قلبه وقلبه نظيف واللي يسويه والله العظيم هو اللي ترى يسوي للبرنامج الوقت اللي يمشي صح مداخلاته شطحاته صحيح في البرامج انت ممكن تقول هذا مزعجنا ليته يطلع والله ان طلع انت زيد سوء تفقده زيد سوء هو موجود انت ترتفع صادق ترى في اشخاص كذا صادق تحس انه مزعج تحس انه قذيف تحس انه بس انه ما للجو بس سبحان الله كل المسرحيات هل تشوفوا مسرحيات انتم في اثنين في المسرحيه تقول ذين ما لهم داعي ليتهم ما جاوا في المسرحية كل المسرحية إلا ذي الاثنين تدري أنت أن قائمة المسرحية كلها لو ما يجون اثنين ذي لا القطات تطلع لا الدبات تطلع لا الأمور تطلع لا الفيهات هذه لو ذيلي مو موجودين اثنين فهذه من ربيع من ضمن هذيلي الأشخاص اللي يعني سبحان الله أن من رحمة الله أنه موجود معكم صح ما نجا عندي وفي السجن والله العظيم سجلنا الشباب كلهم اللي في كنترول يقولون يرحم أمك يا أبو رزيق خلاص إحنا نبي نرتاح يقول والله العظيم يا أبو رزيق نبي نرتاح أنا استمتع شوف يزيد ترتاح يزيد أرتاح أقول زين خله واصل هي واصل وبالعكس هذا اللي يزيد أنتوا بتحسون في هذا الفرق طبعا أكثر الشباب طلعوا يبان بعد ما يطلع صح تقول والله انه كان شايلين شيء عنا في خاطرنا بس يعني ودنا ما طلع بس انه يوم يجمعونا الحين يقولون يلا كلكم متجمعين نشوف لا ما ناقص نشوف ان عددنا يقل تعودنا على عدد الوايد فهمت صحيح الحين يوم نجمع والله 18 صح الحين 18 والله قبل ابو رزيق كنا نجلس هنا يعني ما شاء الله من كثر العدد نجيب الكراسي هذيك ونجيب الطاولات عشان نجي الحين نجلس هنا والأماكن فاضية 19 كيف الأيام والله شوي بس لك سؤال 19 نقول في رمضان بيطلع 4 3 باقي 3 برايمات 16 بيقول القانون 14 صح لا أتوقع كان 12 أو 13 يصلوا إلى 12 لا ما هو كم ما أخذ النهائيات دائم أبو عبد الله أنا البارحة ان الحفل الختامي يكون في 20 رمضان نعم لذلك ما عاد يمديهم برايمات ثلاث ما عاد ثلاث برايمات لان الحفل الختامي قرب الله يوفق برايم 3 رمضان وبرايم 10 رمضان وبرايم بعد 5 ايام 15 رمضان 5 ايام والله اللي بيطلع في الثلاث ايام ذي ثلاث برايمات والله شوف من الحين ورايح هذا هم داعيتنا هذا لا مو داعي عليه هم داعي عليه وفي احد من برا ظالمه وداعي عليه يعني كلها متجمع هذه كلها متجمع في هذا الشخص لا والله بالعكس شوف قول الواحد ما يجي الا هي مكتوب الله اي أيوة والله اي أيوة والله ما يدري وين الخيره هي خيره ان طلع وانقعد صادق نعم. واللي اللي استمر لنا الحين اليوم الستين لا بس والله موت خرجك والله والله اني تحز الخاطر لكن والله تحز الخاطر تخيل ما باقي شيء على النهائي وصلته وصلت واذا وصلت النهايه ولا وقفت مع الرجال على الستيج ولا حاله مكان ودي اطلع برايم ما عليه شوف اذا كان وقفت مع الرجاجيل ولا حلفني الحظ هذا زينه بس انك تخيل انا شوف انا مالي شغل في اللي طلع كله انا لي شغل اللي بيطلع في اخر اسبوع اوه هي هذا يمكننا في مشكله بينه وبين يعني احد ودعا عليه ظالم اي نعم داود مظلوم في تقصير تخيل الشعور شوف الله مستمتع ليش اللي انت ليش مستمتع انا والله يا اخي انا جالس ترى انا اعيش الشعور جالس اعيش الشعور ودي لو مو باليوم الختامية كان طقطق عليك لا والله انا اقول انه تخيل انك انت اللي بتطلع اخر اسبوع يا زين انا والله ودي يعني اللي بعاد يعني في الامارات في عمان في قطر في اللي رايحين ذي البعد انا ودي والله انهم يطلعون ليش؟ لان يا اخي هام اوصل للنهايه قبل اسبوع
قبل خمس ايام انا اشوف اجيب خيط وطالع يطالع يطالع زياد يقول له كيف الطريق شو بلاك انت شو رمزتك يا ابوي انت طلعني باقي خمس ايام ها وخيط وخيط يفك العصبه ولا يقول تعرف ايش بسوي؟ انا الغلطان انا الغلطان برزيق تعرف ايش بسوي؟ اذا طلعت في اخر برايم بروح اضارب سعود الاثنين يعني طول الاسبوع الاسابيع ما طلعتوني والحين لا والله صدق اخر اسبوع المشكله ما اللي يبقى للنهائي مو باسبوع خلاص ما يبقى النهائي الا اربع ايام يعني لا انت اللي تقدر تروح لهاي لا انت اللي تقدر لا انت اللي بتودع ولا لا اني وش لا مفكوك وش اللي بيطلع اخر اسبوع بيطلع في الشباب ما بيبكون عليه ويقولوا له اذرف بقى اربع ايام لا شوف من المسرح وراه يخلي ملابسه والله اربع ايام لا بيطالع فيهم بيقول انا لله لا حول لا اله الا الله لا الشباب يواسونه يا ابن حلال كلهم طالع اللي قبله ما بقى الا اربع ايام ما بلاي الا اربع ايام ابي اختار لا هذا ما يبكي عرفت ترى عادي عادي بعد اربع ايام من دار المشاعر والاحساس هو مخنوق عادي 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 ودي روح اسوي لسعود جيب انا طلعني سوي استثناء يا ميزو سوي استثناء استثناء الان اخر اسبوع وجه استثناء هم 16 خلي 17 يعني حبكت على واحد على واحد لا والمصيب اللي يجي يقول هذه بدايه نجاح وين بدايه نجاح هو مو بدايه هو نهايه نجاح هذا خلاص باقي ثلاث ايام نطلع قطر الاثمان ايه سوي استثناء وين ايه ودي انه يدخل ذاك المجسم صانع القرار صانع القرار يدخل يقول كلمة على الأقل صار قرار كلمة شباب صورة شيء والله أنا كنت أوقف عندك دائما مزحك يقول أنا أتوقع أن في اثنين بيستبعدون أح والله من هم؟ من اللي توقع؟ أكفنا الشر أضبط أوضاعكم يا رجل في اثنين بيستبعدون ليه؟ يا أخي أنت اليوم بتروح مفروض أنا محذرنا هم يا والله ما يحذرنا أنا قاعد يحسب نفسه بالشر يا أخي والله إني جالس أعطيكم مشاعري ان انا اتوقع شفت مشاعري شفت اتوقع شوف اتوقع اثنين بيستبعدوا ليه كيف حكمت؟ اثنين يستبعدوا مع بعض ولا واحد؟ لا واحد بعدين واحد بدايه رمضان ليه عشان العدد هي 14 لا في ناس بتسوي جريات في رمضان والشياطين مصفطه يعني والشياطين مصفطه هذا والشياطين مصفطه انا من وجهه نظري لو الشياطين مصفطه كانوا يستبعدون كلنا لا مو من الشياطين هذا الشيطان مصفط او كذا شلون لو انه ايه برزيقه والله شوف اي ايام صراحه جميله والله تعيشونها وترى فيها من صفاء الذهن اللي هي الايام هذه الجايه يعني ايه فيها من صفاء الذهن وكثروا من الصلاه وكثروا من العباده ترى شهر خير وشهر عباده والصلاه لا تتركونها يعني عندنا وقف انا ابغيك تتكلم عنه يا ابو وان شاء الله اذا وقفنا بعدين ان شاء الله اذا جاء ان شاء الله وقتها ابشر لا الحين تقوله ابشر شو اللي تبي اقوله ازعل عندنا وقف اسمه على اي شيء حول عالم جديد لا خلي لا عندنا وقف اسمه مشكات الحرم اي نعم هذا لتحفيظ 15,000 حافظ وحافظه لكتاب الله في مكه المكرمه اللهم لك ومسوينا طال عمرك لنا كم الحين؟ حول ثلاث اسابيع؟ اي حول ثلاث اسابيع الوقف على منصة وقفي والله والتبرع بالأسهم مفتوح مفتوح يعني تبغي خير كفاعل ايه فالله يوفقنا وياكم والصدقة أنا والله في الأمور هذه والله ما تعرف أنت حق مشاكل بعيد جدا أنت حق سجون ايه لا حق هذه بعيد على الله يصلح بالعكس الحمد لله أنك اضطريت هنا عشان أخذ الأجر معكم صحيح الحمد لله فيعني الأيام هذه خير في رمضان يعني نتكلم لك أبي مشاعرك مع أهلك في رمضان يا بنتي أنا أول رمضان أصومها عن أهلي بعيد بعيد مرة إيه؟ هذا شيء يحزنك أكيد وش لكن اللي يفرحنا أن باقي 10 أيام نطلع العشر الأواخر إن شاء الله وش الثقافات اللي يعني الثقافة هل يعني ثقافتكم وش في البيت يعني في كل ثقافة تختلف الشرقية يختلف في علمك حنا في ديرتنا اللي نروح فيها حق الشيبان ترى على وجهة الربع الخالي ما شاء الله جنوب الحسن إي نعم ومثله وراه ما شاء الله على حسب يمكن 350 كذا وش غالبا في رمضان كل رمضان نصوم هناك عند الشيبان وعند الدير وش العادات حقتكم؟
عادات. وش فطوركم؟ يعني غزل وثقافة شوربة يعني, يعني إيه ما في ما في أكلة رسمية ما في أكلة ما في يعني أكلة شعبية يعني لا شوربة. وهل تفطرون بعد ال شوربة؟ لا كل مرة واحدة مرة واحدة مثلا جامات عندكم الجامات الرملة هنا اي في الرملة يا ديرة مو رايح ربع خالد ابى اجيك فيها ان شاء الله مرحبا مليون انت موعدني توديني هناك احتزم والله ان شاء الله اجيك والشيخ هلا لبيك نبي نسمع منك الثقافة حقتكم في الامارات الثقافة هل الامارات كلها نفس الثقافة ولا تختلف؟ لا لا في الامارات طبعا ابو ظبي نعم الفوائل اول شيء فوائل هو نحن وش الفوائل؟ الرز والامور هذه نحن نسميها العيش والاشياء الثقيله نخليها بعد صلاه التراويح مثلا عندنا على الفطور تمر وماء والامور الخفيفه نصلي الرد نحصل الشوربه السمبوسه الخفايف الفوائل هذه اما الفواله اللي الفاكهه عندنا ايه اهم شيء عندنا الفواله الفواله وش عباره عن وش مثلا مرقوقه عصيده هريس عرفت ماكم شباب اذا خلص برنامج يروح للامارات والله لي ما رحبا مليون والله مرحبا لين تبنا مرحبا نلحق الفوائل والله لي ما رحبا لا والله ما هو حكم الفوائل حكم طال عمرك خلوني عادي والله طبعا خلوني جرب بس عاد خلوني انت عاد انت قلت لي شيء يا اخوي برزاقك واخذك انا تذكر حلقه 12 ذيك اللي خذوني معكم خذوني معكم لا لا انت قلت لك اخويا في الامارات الله يجزيك اي والله العظيم من اي اماره؟ فيه من دبي وفي من ابو ظبي دبي وابو ظبي اي نعم الشارقه في واحد من اخوياي بس انه كلها اوقاتها في ابو ظبي اي والله لي مرحبا بتينا لكن شوف نيتنا اخوياك لا تكلم املك اخويا يداد كله والله لا ما تكلم ترتبط بي لين ترجع هل الامارات سبحان الله والله العظيم حطوا فيهم الطبع ذا فيهم من الكرم ما شاء الله ما عليك زود اي نعم وما يحتاج يعني النبي بجعيدان والله احنا يقول الله اكبر تلقى السفره مبسوطه فيها الشوربه والقيمات والسمبوسه والمكرونيا والقرصان وعرفت النشترين سفره انت عدين السفره هذا اذا ودك ها 27 رمضان شعريه تقلط عنده يا رحبا والله ما سهل عاد طلع كله روح كل مالك تروح تقلع ليلة العيد بس تمر تمر وش كلها لازم نروح العيد يمنعك لا قبل لا نصلي خذها عندنا بالحسن انت بالحسن عندك يا اخي الدعوه حد على طول مع بعض خلاص زاور وقرب من بعض الحماه انا اشوفك تعطي تمريرات من صور ممثلين لا والله كلهم والله تدري سجنت عنده مرتين والجمهور طلع غيري قال لي روح روح انا الجن لين يجينا محمد الشهري ويطلعني والله لك والله لك تطلع والله والله لك تطلع اخو علي الله والله الظليم يا شيخ الله يبيض تطلع والله تطلع زين الشيخ والله يا ابو رزيقه نفس توقع نفس الجعيداني يمكن ابو خيت يمكن يختلف في شوي نفس يا اخي ما في واحد نلبس. زي احنا يا اخوي فطورنا اثنين لا ما في اثنين صلي نتقهوى على طول نروح صلي بعد الصلاه نجي نحط معين اللي هي الشوربه المكروني هذا بعد التراويح بس هذه الوجبتين ايه بعد التراويح ما تنزل في الفطور تنزل في الفطور لا والله هو ما سمى فينا الشوربه الشوربه اساس وش الشوربه احنا في البيت في البيت تمر ما تنزل في الفطور زين وش رايكم في ايش رايكم شكلكم مغلطين بين اذان المغرب والعشاء لا بعد التراويح مو بالعشاء ايش الدنيا تمره لا اكلتها تم حطيت القيمه واحده ثم شوربه على طول على طول هل 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 ثقافه هل ثقافه إن قبل رمضان تشوفون زحمة في الـ طبيعي طبيعي في الـ في الـ في الأسواق هل هذه تشوفونها ثقافة زينة ولا شير والله شير لا مو زينة والله خلاص أنت عارف إن رمضان بعد أربع أيام خمس أيام من قبل أربع أيام خمس أيام عشر أيام بعد وش رأيكم من كذلك والعيد كذلك زين هل إحنا نقول كذلك وكلنا نسوي نفس الطريقة صحيح قبل رمضان بيوم إحنا رايحين كل واحد صاير الزحمة في الأسواق هذا كسل عام على هل هذه من العادات الزينة أنا صراحة أختلف في هذا العادة جدا 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 أنا أقول قبلها بشهر صح الأسواق فاضية وأنا يعني شفت مقطع قبل ما أجي يقول الأسواق ما هي فاضية أنا بقول لك حاجة يعني ما هل في مجاعة عندنا يا هلا ولا الهلا باللي يجينا يا هلا ولا الهلا باللي يجينا يا هلا يا هلا
يطفي الصفا كل دام يرفع الابداع فينا كل دام يرفع الابداع فينا زيد 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 تدرى صيدك زيد 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 تدرى صيدك يلا 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 تدرى صيدك زد رصيدك 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 جاي عيد الذكريات مرحبا واليوم زاد الشوق فينا تاج عز ومجد فخر ومنيات ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا زيد 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 زد رصيدك زين هل تحس ان الجداول الرمضانيه نبي نسمع الجداول الرمضانيه وش جدولك في رمضان؟ والله بالنسبه للجداول ما ادري ما اتكلم عن الربع لكن انا دايم قبل رمضان يكون عندي تحدي اللي هي ختمه القران. يا سلام قبلها لازم اتحدى نفسي في ختمه القران سواء مره ولا مرتين فأسوي لي جدول اللي هو قراءة القرآن لأن قبلها أقول لازم في رمضان هذا أختم مرة أحيانا أتحدى نفسي أقول أختم مرتين فودك الواحد إذا بيسوي جدول يسوي له تحديات في الختمة في ختمة القرآن لأن يعني حافظ على صلاتك على أمورك ولكن سوي لك تحدي في ختمة القرآن عشان تكسب الأجر وتكسب المثوب. زين شو رأيك في نومة الظهر اللي يسحبون على صلاة الظهر ويجيك العصر يطبح؟ لا يسحب على صلاة الظهر والعصر ويجيك المغرب يقول ذهب الظما وتلت العروق تلت الأجر. وين ذهب الظما؟ ارحم يا صالح وسهلا. وين الشغل؟ وين الكبدة؟ وين الأمور؟ يا أخي لا شفنا لا كبدة ولا شيء. تسمعك الكبدة الكبدة وين؟ شاهد الكبدة حي يا أخي يطبخها يا أخي. أوه طبخها في لها موسم طال عمرك يا صالح. لبيه يا اخوي اطبخ لنا يا اخي شوي على صالح. لبيه يا اخوي طلبه شوي شوي. تمام يا ساج. لا بالي ساج وبصل وطماطم وليش وذا لا هذا ما يسوي شيء. لبيه يطبخ لك خشمي لكن العصريه. يلا 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 انت صار واحد من شيباننا يقول رمضان مثل السحابه الممطره اللي مرت عليك وتغنمها عب قربتك وعب مواعينك. ترى رمضان اغتنم نفسك بالاجر وبالحسنات. سندي سريع. رايح حلو وصف سندي ترى سريع رمضان وبراد برد اشتاء مو براد اشتاء. تدري لي ثلاث سنين ما صمت في الامارات اسالك. اي والله والله اني اشتقت للصيام في الامارات اشتقت. قبل ثلاث سنين الرابع الذي ترحب هذه خلاص هذا رابع رمضان صمت برا الامارات. كل رمضان برا ارحب. يلا حسين والله يا ثلاثه والله ما انكم كلها طيب 20 21 22 كلها برا. انا ابو حمود ارحب يلا حيهم طيبين. يلا حي ابو حمود جايب الكبده وجايب الامور. والله اني اجيبها كل يوم فريش. تبى نصيحه ابو رزيقه فريش تبى نصيحه؟ يلا لازم يبون بيطري ويشيك على الكبد. اي والله وانه يا مجرم اول يوم تحلف بالله انك ما ذكت مدرها في حياتها في حياتك في حياتك ما ذكت مدرة. ورزق في هدية في هدية. أمس سويت فقرة عن يوم الأم. الله. وكانت فيه رسائل من الأمهات. فالشباب اللي كانوا موجودين استلموا رسائل. ما عدا شخص واحد. أنا كنت أصور والله مقطع. اللي هو صالح. فأنا حفظت رسالة والدته لحد ما جاء
ما ادري هو عادي يبيع ولا سؤال يا عبد العزيز نعم ولا ما عادي والله انا عامل بسلم وبيسلمها له ويقرا رساله والدته اي والله بخط يد الحين ورسالته لوالدته بعد انا بقول شيء يا عبد العزيز ابشر شال دقار يا اخوي اقرب صوت عالي ايش فيك اقرب صوت عالي ترى انت تغرب 10 سنوات يعني فاهم الرسائل ذي الله يطول في عمرها عاد امي لها كلمة دائما معتادة تقولها تقولي يابا تقولي يابا هن طيب الله يفرج لك امورك يا الغالي ابوي وامي انت يا اغلى الناس واحبها والله ان ذي كلمتها اسمع منها كل يوم عسى الله يطول في عمرها وامهات الجميع ويرحم من مات وعسى الله يطول في عمرك يا ابو مطلق والله انك حرشتني صراحة الرسالة ذي والله انت رسالتك الوالد الله يطول في عمرها الطاعة امي لو برها من اليوم إلينا شيب ما هو فيها حقها يمكن أمي الله. قامت بنا من صور كان حملنا عليها ثقيل كنا كانت هي لنا الأم وهي لنا الأب وهي لنا الأخ وهي لنا الصديق يمكن أنا الوحيد اللي أذهب الطعم ذي أيام من يوم نشأت لأني أنا دخلنا الرياض عمري 5 سنين كانت هي لي كل شيء والله أني ما أذكر أنها ضربتني ضربني وجع إلا ضرب تديم موجود ولا أذكر أنها أحزنتني بعض الأحيان أحتاج مشورة أب تكون هي لي وبعض الأحيان أحتاج حنان أم تكون لي هي عسى الله يطول في عمرها أمهاتنا جميع ويرحم من مات ويجمعنا بهم في جنات النعيم والله ما أقدر أقول لها كلمة إلا الله يعيني على بر الشجنة الله يجزاك خير الله يجزاك خير يخليها لك يا ابو محمود انا كنت مسؤول عن الامانه هذه والله ولازم اسلمها يا اخي هذه 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 فعاليه جميله على الام الام مدرسه إذا عددتها فسبحان الله الحين الأم في هذه الحياة أنا أقول لكل أمهاتنا كل اللي يشوفنا ويشاهدنا وحنا أقل منكم طبعا بس حنا بنقول اللي في خواطرنا يلا يلا
والله شوف بعلمك شيء فات حياة الأم زينة في هذه الحياة والله خلي لنا أمهاتنا يا رب آمين ويحفظهم اللهم والرسائل اللي تجي من الأم ترى شيء جيد شيء جدا عظيم. وشيء عظيم نبي كذا ندخل في موضوع لا مسرى علينا الرجال هذا مسرى لين على ختام البث تكلم عن الأمهات يا سلام وقلبها آخر 10 دقائق حزن الدنيا كلهم واقفين على التليفون اللي برا ويتصلون يوم انت طريت الأم وتضحياتها قلت لهم أنا بتصل وبكلم أمي في الإمارات كلمتها قلت لها إيش حارشة بنت أخوها أسولف عليها وإيش حارصة لأنها ردت قبل 3 أيام من رحلة علاج الأم إذا ما حصلت كنت وانت عندك عيال تروح لعيالك وتشله راجع أمس أن ولادي ما يد عندها قلت لها منع قالت ميود عندي عني بدا وقالت بخليها عندي لين ترجع انت ما شاء الله عرفت بقول لك الام شيء عظيم لكن انا عتبي انها يوم كلمتها قالت وكلمت فريق داعمي قالوا ما وصلنا خبر الرسائل لا من اعداد ولا من حد ولا حد وصل لنا نقطه ان في شيء لبخيت او للمتسابقين فاللي امس ما وصلت رسائلهم انا متاكد انه ما وصلهم لفرق دعمهم طلب صحيح ان ارسلوا هذا لحقوا على كم من واحد بس اما الثاني ما وصلهم انا تواصلت مع فريق الدعم فيه جروب فيه جروب يا ابو مايد ما ادري عاد فريق دعمك موجود في الجروب او لا ما موجود في كل الجروبات ايه فيه اللي هو في فريق جروب دعمك ايه في لا 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 لا, لا في عن 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 طريق الاعداد فيه جروب ارسلوا فيه اللي هو احد من الاعداد ان يا شباب نبغى رسائل عاجله توصلنا لا في الجروب نفسه الله يجزاهم خير يمكن ما حد طلع لا والله شوف امر رسائل الوالده والاهل كلها ممثله في قلوبنا والمشاعر موجوده المشاعر موجوده والمشاعر موجوده احنا يعني سويناها فقره امس في يوم الام يعني توصيل مشاعر والله هذه كل واحد يرسل امه كلام ورساله هذه الفقرات كانت جدا جميلة هذه الفقرات جميله جدا 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 فيها من التوعيه الشيء الكبير جدا جدا والله خلينا نقلب الموت بعطيك بيتين يا سلام شوف انا بحكم غربي من الشعار بشكل عام سواء خارج البرنامج او داخل البرنامج دخلت على اساس اني شاعر وان شاء الله اني قد الهقوه لكن شفت شعار العمالقه اللي قدامي فانا حبيت اني اخذ منهم اخذ منهم طال عمرك الافكار الجميله اخذ منهم الصور الشعريه التركيبات الحلوه فاروحنا عند اهل الريالتي ما تمدحنا ازعجنا هذا الشعار انت وياه ولا تمدحهم ماخذين الريالتي ماخذين الشعر والله ان فيكم فاقول الزين كله الله الزين كله يا هوى البال منبعك يا سلام الزين كله يا هوى البال منبعك والحسن في عينك وطلت محياك يا سلام حتى النحل من فتنتك قام يتبعك ذوق العسل يا فتنة الكون بشفاك الله الله عيد عيد أقول الزين كله يا هوى البال منبعك يا سلام والحسن في عينك وطلت محياك حتى النحل من فتنتك قام يتبعك ذوق العسل يا فتنة الكون بشفاك يا سلام يا سلام صح الله أبدنك صالح أنت يعني حق دراجات أنت ما في فائدة معك هاجمني هاجمني انت ما في فايده ليه نبدا عطنا يا اخي باللغه الانجليزيه ختاميه اليوم ان وداعا للسجن وداعا للايام اللي لك علي السجن هذا بعدك يا ابو ارزيقه من هذا المنبر لاعمره من هذا المنبر انا ادري مشروعي بيخلص هناك بعد 3 أيام هذا باذن الله مقري الجديد سجن ابو ارزيقه وكبده صول الله الله ورزيقة تحيه طال عمرك من قال لا يفعل لا من قال لا يفعل لو بيسويها كان فعل بدون لا يقول تدري الكلام هذا يا سبحان الله قدرة قادر بعد المغرب يصير ما مثله بعد المغرب يعطيني غزة يعطيني قصيد ويحلف بالله والله ما شفت زي قبل صار ولا ذكت في حياتي ورزيقة برزيقة وذا الحين برزيقة بسرق سؤال الحين اقول لك الابتسامه في وجه اخيك صدقه صدقه وش عاد الكلام الحلو ورفع المعنويات والله لو تاكل الزقوم من يد تقول له حلو انت
حلو وهو ذوقه. الله انا 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 صراحه اليوم والله العظيم اليوم لازم اذوق ذا الكبده اللي ذبحنا فيها. انا طالبك ما تذوق. انا شو بعلمك شيء؟ اول شيء اطول شيء بالانجليزي كلمات وداعيه اي هيت يو السجن. اهم شيء اسمع كلمات وعطنا موقف صار لك في امريكا. ذوق كبدته دمر حياتك. انا بعطيك بعد موقف من امريكا خليه يقول لك موقف من موقف من امريكا ونسمع من موقف من ابي موقف مضحك. موقف مضحك. موقف ما في كبده. موقف صح ما في كبده. او مثلا شيء جربته. طيب يا طويل العمر اول شيء الوداعيه. الوداعيه بالانجليزي طبعا صح؟ اي طبعا كل شيء. احنا ترجموا يا مشاهدين. والله اني بقول بالانجليزي انا ما بكثر اني ما بتفلسف بعطيها كلمتين ثلاثه. لا انك ما تعرف اصلا في النار. اي انا ادري بس ما يعني اعرف لما يكون عندي بارتنر ولا لما يكون عندي 1 2 ولا لما يكون احد. لا انا اعطيك بساط بنعطيك بساط ما عليك طول في عمرك روح. I never liked the present in my life since I see you. Before this moment, I hate to be around. I hate to do something. Let me get in. But after I meet you, that time, I realize that there is many good people in the present. Doesn't matter what is the situation, they already arrived there. But for sure, there is many a good people inside the present, and they're gonna have. chance in the future if God will. السلام يا سلام يا جماعه. انت شو قال؟ سبيتنا ولا لا؟ ما سبك. لا سبك راح يعمر راح يعمر. لا لا ما قالها ما قالها الا لا لا قال كنت انا احب كنت اكره السجن قبل. لا اترجم صح ولا اترجم من مخباي؟ ترجم صح لبرزيقه. انا اترجم صح ولا اترجم صح؟ حاضرين. قال انا كنت احب السجن وشفت اول ما دخلت القريه وحبيت الغضبان وشكله وحسيت انها بتكون فقره ناجحه. لا لين شفت برزيقه. لا 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 توصل خليك مع صادق. لا والله ما اكون صادق. قال كان السجن كان اكرهه واشوفه وش هو، لكن لين عرفتك وشفتك وشفت الماده اللي تقدمها في السجن حبيته عرفت. انا قلت طول العمر بالعربي بالانجليزي. قلت انا في عمري حياتي ما حبيت السجن لكن أمانة أنا حبيت السجن أول لحظة قابلتك إياه. يا سلام. لأنك إنسان. هي أنا عيبت لك إياه مختصرة بأربع كلمات. إنسان طيب وإني متأكد إن في ناس نام على الإنجليزي. الله أكبر. هذا لو إنه كلام أجل كيف لو أغني. قلت أنا آخر شيء كلامي قلت أنا في ناس كثير طيبين موجودين في السجن ما ندري وش الحالة اللي وصلوا لها أو وش الشيء اللي سووه، لكن أنا متأكد إن شاء الله بيجيهم فرصة إنهم يطلعون الحياة. هذا شهر خير شهر شهر شوف شوف شهر رمضان يك بخيره صدقني. صدق. الحكام والشيوخ يسوون عفو شامل لأصحاب القضايا الخفيفة عرفت لهم من أحدائهم هم. الله يطول عمار حكامنا الله يعزهم ويعز عليهم والله يطول في عمارة قادتنا. والله إني ما أذكر رمضان مر في حياتي إلا حضر وشمل عفو من طول العمر. الله يطول عمر. ما خبرتها كل سنة يا عمر طويل العمر بعفو في حياتي كلها. الله أسأل الله يطول في عمر مع الطاعة. نبي آخر كلمة منكم. نبدأ من عند عشان نود آخر كلمة لك أنت. نقوم من عند محمود. محمود أكبر ناس الله يرفع قدرك. شوف شوف الأدلة السنع وقام يتكلم زين. والله يا أبو محمود أنا بعد المغرب بس يمكن برزيقة. لا والله أنا أحب أرفع ضغطي ليه؟ لأنه يجيك من أقصاه. خلاص انا اللي من اقصاه احب العب على وتر على طول. لو ما يعطيني رياكشن ردة فعل ما بضحك. صالح جميل. صول اول شيء ابو رزيقة هذا اول برنامج واقعي انا ادخل فيه واعرف فقرة السجن. فقرتك من الفقرات الناجحة. الله يجزيك. بعيدا عن انها عقاب لاحد اخطا او اخفق في المطبخ الا انها في رسائل قاعد تقدمها من داخل السجن وفيه محتوى أو جانب من المسجون قاعد تطلعه للجمهور. يعني أنا أتأكد أن كل من دخل السجن في بيزيد رصيدك ثمانية أن له جانب أنت قاعد تظهره للجمهور. موهبته قاعد تظهره للجمهور. يمكن ما تسنت لها فرصة أنه يتكلم للجمهور أو أنهم يعرفونه أنت قاعد تظهره لهم. فشكرا لك شكرا لمادتك الجميلة. جعلها إن شاء الله موهبة للعهد. الله يجزيك. وخلينا نتقابل إن شاء الله برا البرنامج. لابد إن شاء الله نسوي اجتماع.
جعداني ابو رزيقه يعني لا ما انا شاهدت فيك مجروحه انت انسان خلوق شو لا تمدحوني والله لا لا انا والله مو مدح والله العظيم انا والله انا حرج بالمد بس انا اقول كلمه اخيره للفقره السجن يعني بشكل عام طبعا الان انتم تموا هنا انا راح امشي راح تكون معاكم الامور كلها تكون معاكم بس يعني انا نحن نقول لك طال عمرك كمل لا بس لا ما انا شاتي فيك مجروحه احب اخلاقك احب قبولك انسان زي مثل ما قال اخوي صالح صول تحاول تبرز مواهب الجميع اللي يجونك وبرزت كثير ومن ضمنهم انا ابي اوصل معك رساله توصل معك رساله الى الاحساء سلم على السلام كثير وبوصل رسالتك انا اذا طلعت ارجحني ارجحني باصات قلت لك من الصبح يلعبون على الباصات نقول عسى الله يوفقك تشرفت بمعرفتك انا اللي تشرفت الفقره كانت جميله وكنا السجن طال عمرك مروح لها نضيق تبي صدق انا احب فقره السجن من انت تكون فيها لين تطلع من الباب من تطلع من الباب خلاص اضيق فنقول عسى الله يوفقك الله يرحم والديك ويرزقك والله عسى الله يوفقك الدنيا والاخره شكرا لكم يعطيكم الف عافيه معاكم الامور كلها ايه تكون هنا تبقى. انا استاذنكم سلموا لي على الشباب كلهم الله يسلمك اذنك معك ربي داعيه وداعي نشوفكم على خير السلام عليكم السلام ورحمه الله ربي يقاك مرحبا ابو رزاق مرحبا ترحب الله يقاك انا مليت من كثر ما عززلك كبدتك هذه خلاص يا اخي فضحتنا قدام المقدمين شو اسوي بك يعني كل مره تقول لي يعني يا ابو حمود لا 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 تبي ابو حمود الضحك تبي ابو ماجد فسنين الدور خلصنا فقرة السجن اللي كانت جميلة جدا وكانوا الشباب هم اللي رافعين الرتم فيها كان فيها مصايب وكان فيها مشاكل وكان فيها شيء حلو وكان فيها شيء زين وشين يا رب إن قدمناها بشكل حلو لكم المشاهدين شكرا إدارة البرنامج شكرا القائمين شكرا الشباب كلهم شكرا جمهور بداية شكرا شكرا جمهور زد رصيدك شكرا لكم يعطيكم ألف عافية صراحة إضافة جميلة في هذا الوقت ما أقول إلا يعني ما في شيء أقول إن شاء الله يكون رمضان عليكم بصحة وعافية وتكونون في أفضل حال أنتم ومن تحبون في هذا الشهر الجميل الرائع ونقول رمضان رمضان رمضان